لمحة سريعة عن برامجنا لليلة عبر شاشة الام تي في. بعض الإعادات، ولكن دايما منتابع المهرجانات وكل شيء جديد عم بيصير بصيف لبنان. بتبدأ سهرتنا على الساعة 6 إلا ربع مع إعادة لمسلسل مثل القمر يلي حضرتوه وتابعتوه عبر شاشة الام تي في. هالمسلسل عم يرجع ينعرض يوميا على الساعة 6 إلا ربع بعد الظهر عبر شاشة الام تي في. ايضا مسلسل فخامه الشاك اللي ايضا عم نرجع نشوفه يوميا على الساعه 7 الا ربع المساء برفقه يورغو شلهوب، سابين يوسف حداد، وسام حنا، جيسي عبدو، والسا صغيب. منتابع سهرتنا على الساعه 9 الا ثلث مع مسلسل جديد عم بتابعوه عبر شاشتنا، مسلسل قصه حب، كتابه نادين جابر، اخراج فيليب اسمر، بطوله ماجد المصري، نادين الراسي، باسل خياط، منى واصف، سارة أبي كنعان، مازن معظم، يوسف حداد، وليليان نمري. رح نحكي شوي عن أحداث مسلسل قصة حب، بس خلينا نرجع ونتذكر مشهد من فخامة الشك. نور نور، قومي حبيبتي، قومي قومي حتى نشرب النسكافيه وناكل كيك. قوم بالأوضة، يلا قومي. وين يحيى؟ يحيى راح على المدرسة حبيبتي. أنا والماما اهتمينا فيه وقلنا له إنك مريضة شوي ولازم تنامي. يلا قومي، يلا بتنام بعد شوي حبيبتي. أنا اليوم أخذت أوف من الشغل، بدي أخذك على مطرح كتير حلو. يلا محضر لك سربريز كتير حلو. يلا يلا حبيبتي رح تتفاجئي، محضر لك الناس كافيه والكيك بإيدي. شوفي هذا النسكافيه والكيك أنا عملتهم، أنا حضرتهم. قومي حبيبتي حتى نقعد نشربها مثل لما نسافر لبرا نتغنج بالأوتيل مع بعض. لكن لمحبي المسلسلات فعلا هيك حصة كبيرة عبر شاشتنا. مسلسل قصة حب بدور أحداثه عن علاقة حب بتجمع المصورة لين بالمخرج رجا، ولكن بترجع وبتتعرف على نائل لأنه علاقتها برجا علاقة مستحيلة. هل ممكن أنه شخص يكون مغروم بشخصين تانين؟ هل ممكن أنه يكون هيدا هو حب حقيقي أو هي مجرد علاقة شغف أو هيك نزوة عاطفية؟ منتابع سوا بمسلسل قصة حب على الساعة 9 إلى 3 المساء. منذكر أيضا بأنه حفل البوب ستار رامي عياش بمجد المعوش رح نحضره الليلة على الساعة 10 إلى 3 أيضا عبر شاشة الام تي في، لأنه عبر شاشة الام تي في صيف لبنان دايما أحلى. خلينا نشوف هلأ زميلتي ستيفانية اللي وصلت على الاستوديو شو عندها فقرات لليوم. ستيفانية بونجور. صباح الخير هانيا. أنا بدي طالب بأنه توصلي بكير أكتر وتكوني معي الصباح. أنا بالإنترو نهار السبت ناخد شوي فرصة أول ما نبلش مأخرين لأنه ما في up to date 100%. أول شيء بدي أقولك أنه اللوك بيطير العقل. Thank you. مغيرة لون شعرك. مزبوط. وكتير مهضوم. كتير مهضوم لما الإنسان بيعمل توست صغير بأي شيء هيك بيرجع بيتغير مود. Thank you. Thank you. Pink. رح بفتكر رح يقلدوك كل الاولاد هلا. ايه من جيد ومشي الكبار والصغار 100%. شو عنا اليوم ستيف؟ اليوم عنا ايت سمارت مع ناتالي ياغي. بتعرفي انه بيانتو رح يفتحوا المدارس، بدها يعني تعلمنا كيف نبعت سناكس للاولاد لما يكونوا بالمدرسه تغذيه. وكمان عندنا مارك بيروتي بنيتشر، وعندنا كمان واتس كوكينج مع دلال كانش.
يعني عم بتذكرونا كثير بالمدرسة هالفترة. مزبوط. ما بعرف إذا حابين نتذكر يا ستيفاني. رح يكرهونا. رح يكرهونا. اليوم الولاد بالبيت بكونوا عم بيتابعونا. مزبوط. لكن نحن رح ناخذ وقفة ومنرجع منتابع مع باقي فقراتنا. خليكم معنا مشان.